السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتابع المراقبون للشأن اليمني شيئا كبيرا من الضبابية والحيرة وخيبة الأمل، فوسط غياب أي رؤية تغول الحوثيون بالقوة على الدولة القائمة بتواطؤ وتآمر من بعض أطرافها، علاوة على الدعم الإيراني غير المخفي لهم وربما الخليجي أيضا. وسيطروا على العاصمة صنعاء خلال يوم وليلة، وفرضوا على اليمن وأهلها وجيرانها والمنطقة كلها واقعا جديدا يرفضون التنازل عنه، مع موقف عربي ودولي مميع. وبعدما تمكن الرئيس من الفرار من بيته الذي كان محاصرا فيه في صنعاء إلى مدينة عدن في الجنوب، أعلن أن صنعاء عاصمة محتلة. وفي حلقة اليوم نحاول فهم بعض ما دار ويدور وراء الكواليس في اليمن مع الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري. ولد عام 1963 في محافظة زمر القريبة من صنعاء، وبدأ حياته السياسية عضوا في المجلس المحلي بها، كان عضوا في مجلس النواب اليمني طيلة 13 عاما عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ثم قدم استقالته مع مجموعة من البرلمانيين من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وانضم إلى الثورة الشبابية السلمية عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أسس مع مجموعة من النواب المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام حزب العدالة والبناء، وهو الآن الأمين العام للحزب. شارك كعضو في مؤتمر الحوار الوطني، عضو منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، قدم أكثر من استجواب في البرلمان للحكومات المتعاقبة خلال فترة وجوده فيه. شارك في جلسات الحوار الوطني التي يرعاها المبعوث الدولي جمال بن عمر، وأعلن انسحابه منها بعد قيام الحوثيين بتهديده. ولمشاهدين الراغبين في طرح تساؤلاتهم يمكنهم إرسالها عبر فيسبوك وتويتر. أستاذ عبد العزيز، مرحبا فيك. مرحبا، الله يسلمك. أشكرك على مجيئك من اليمن ومشاركتك معنا في الحوار، وأود أن أبدأ بالضبابية التي تلف المشهد اليمني. كيف تمكنت فئة قليلة كانت محصورة في جبال صعدة قبل سنوات من أن تستولي على صنعاء وكثير من مساحات اليمن؟ شكرا جزيلا. بداية أنا سعيد جدا أن أكون ضيف على قناة الجزيرة وعلى برنامجك المميز بلا حدود. شكرا لك. ويسعدني ويشرفني أن أكون معك، وأشكرك على التقديم المميز أيضا. وبداية أنا يعني من الشخصيات الذي لا أفضل أن يعني بعض العبارات التي يعني مثلا وردت في التقرير، أنا موافق على كل ما جاء في التقرير، لكن نريد أن يعني أن لا نثير بعض الجهات. يعني أنا كنت عضو في يعني في المؤتمر الشعبي العام الذي رأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أنت قل ما شئت. على كل حال، يعني أنت سألت يعني كيف وصل الحوثيين إلى العاصمة صنعاء. نعم. كلنا نعرف التعقيدات أصلا، والحوثيين في فترة من الزمن يعني كان هناك حروب، ست حروب في صعدة. نعم. ما بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين. نعم. كانت تنتهي هذه الحروب إلى لا شيء، وكثير من الناس كانوا يعتبرون أن هذه الحروب هي عبارة عن حروب يعني فيها بعض الغموض، يعني لم تكن حروب بالمعنى الحقيقي للحرب. أنا من الشخصيات الذي كانوا يروا أن الحرب هذه حرب يعني لا معنى لها، لأنها عبثية، حبثية بين يمنيين. وصرحت في أكثر من جهة إعلامية، واعتبروا كلامي أنه نوع من التماهي مع الحوثيين. وأنا كنت في هذه الأيام يعني في تقديري، ولازلت أننا كان يمكن أن نتجنب كثير من هذه الحروب، ويعني نتحاور ونصل إلى حلول يعني تراعي مصالح الجميع. كيف وصل الحوثيين إلى العاصمة صنعاء؟ هناك عوامل كثيرة أوصلت الحوثيين إلى صنعاء. هناك بعض الحيثيات وبعض العوامل ساعدت الحوثيين للوصول إلى صنعاء. مثل؟ منها على سبيل المثال هناك جهات ساعدت الحوثي، وفيه بعضهم يقول أنه رضي عن الحوثي يعني، وبعضهم يعني يعتقدوا أنه يعني شارك الحوثي، او يعني كان في هناك اتفاق مشترك ما بين النظام السابق برئاسه علي عبد الله صالح
وما بين جماعة الحوثي، وهذا نتيجة لما حدث في عام 2011. وفي أيضا دور إقليمي يريد أن يحجم دور حزب الإصلاح بين قوسين الأخوان المسلمين، ودعم الحوثيين دعم سياسي ودعم أيضا مادي، وكان يعني هناك شواهد تدل على أنه كان هناك اتفاقيات في دولة خليجية ما من أجل القيام بهذا العمل. وهناك أيضا النظام القائم، ليس هناك سرا أن هذه الدولة الخليجية هي الإمارات، وتحديدا أبو ظبي التي كان ابن الرئيس السابق سفيرا فيها. يقال مثل هذا الكلام. هناك أيضا يعني الرئيس الحالي الرئيس عبد الرب منصور هادي ونظام حكومه. في تقديري يعني لم يعني يقوم الرئيس بالدور المفترض ويدافع عن العاصمة صنعاء، ولم يدخل الجيش في حرب مع يعني الجماعة المسلحة للدفاع عن العاصمة صنعاء، بل كان هناك نوع من عملية التسليم والاستسلام، وكان هناك اتفاقات ما بين وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد وجماعة الحوثي. عوامل كثيرة، أشياء ثابتة، أشياء ثابتة من خلال يعني، والكلام هذا تحدثنا به أمام رئيس الجمهورية وتحدثنا به في مجلس النواب. كيف الوزير الدفاع أن يأمر القوات بتسليم أسلحتها لجماعات مسلحة؟ لم يدافع الجيش. كيف الوزير الدفاع عند الاجتياح في العاصمة صنعاء لم يكن في غرفة العمليات ولا في وزارة الدفاع؟ أي وزير دفاع في العالم عندما عاصمة تجتاح من قبل ميليشيات مسلحة وهو لا يوجد في يعني مثلا له مكان في وزارة الدفاع، بل يقال أنه غلق تلفونه، كيف نستطيع أن نفهم عندما يصدر تعليماته لكثير من القوات كثير من المعسكرات وكثير من الجهات يعني التي كانت ترغب بالدفاع عن العاصمة صنعاء؟ وعلى سبيل المثال كان في رغبة بالدفاع من قوات عسكرية، هناك قوات عسكرية عندما أمرهم وزير الدفاع بتسليم الأسلحة ذرفوا الدموع واعتبروا أن مثل هذه الأوامر إهانة للجيش اليمني وللإنسان اليمني وكرامتهم أيضا، وسلموا الأسلحة وهم يعني يبكوا من يعني من هذه التصرفات التي يعني لا تليق للعسكرية ولا للجندي اليمني بصلاح. المعسكر الذي في التلفزيون الذي سلم التلفزيون سلموا تسليم واستلم، وبالتالي لا أعتقد أن الجيش اليمني حارب ولا دافع بسبب هذه التوجيهات وهذه يعني العوامل التي أتاحت لجماعات مسلحة. نعرف أنه ليسوا مدربين التدريب الجيد مثلهم مثل أي جيش، لا توجد لديهم إمكانيات كبيرة جدا يعني مثل الجيش المنظم ولا الأسلحة الموجودة، لكنهم عبارة عن شباب يعني تم تجنيدهم في فترة معينة من الزمن، واستطاعوا نتيجة هذه العوامل كلها الوصول إلى العاصمة صنعاء وإلى كثير من المحافظات. الآن تحدثت عن دور للرئيس السابق علي عبد الله صالح المعزول يعني كما نقول نحن، أنت تقول السابق، دور للرئيس الحالي عبد رب منصور هادي أنه لم يقم بواجبه في حماية العاصمة صنعاء بل ربما فتح المجال للحوثيين، وعن دور مباشر لوزير الدفاع السابق محمد ناصر، وعن دور لدولة خليجية. ماذا عن الدور الإيراني؟ الدور الإيراني دور رئيسي ومحوري. كيف؟ الدور الإيراني دور داعم ودور منظم، وهناك خبراء من الإيران من دولة إيران ومن حزب الله من لبنان، كانوا موجودين على الأرض اليمنية؟ يعني موجودين، هناك شواهد وهناك أدلة أن لهم يعني دور، ودور كبير جدا من خلال يعني في هناك دعم مادي، دعم لوجستي، دعم عسكري، دعم بالأسلحة، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا. لماذا كل هؤلاء رغم الاختلافات التي بينهم تواطؤوا وسمحوا للحوثيين بالدخول إلى صنعاء؟ كلا له مشروعه وله سبق وله أهدافه. قل لي مشروع ده إيه؟ الرئيس السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام يعتقد أنه خرج من عام 2011 قسرا، وأن هؤلاء يعني الإصلاح وغير الإصلاح هم الذي كان لهم دور رئيسي في إخراجه من الحكم. يعني علي عبد الله صالح هنا هدفه الانتقام من الإصلاح، يعني هذا الانتقام، وايضا يعني الهدف الرجوع الى الحكم يعني ب ب ب ب يعني بصيغه هذا او صيغه اخرى يعني. ولا زال مشروع قائم
رغبته في العودة. كل صراع الآن في اليمن صراع على السلطة. أيضا يعني في تقديري الرئيس عبد الرب منصور هادي كان يريد أن يتخلص من بعض القوى. مثل الجناح العسكري لحزب الإصلاح الممثل في علي محسن الأحمر. ومثل الجناح القبلي الممثل في بيت الأحمر. كان يعتقد أنه إذا تم إضعاف مثل هذه القوى يعني كالقوى العسكرية والقوى القبلية أنه باستطاعته أن يتمكن من الحكم بشكل جيد وأن يمدد إلى فترة معينة. هؤلاء بتحديدا كانوا عونا له على الحكم ولم يكونوا ضده، هؤلاء كانوا سندوا في الحكم. كانوا سندوا وكانوا من الأسباب الرئيسية للوصول إلى الحكم، لكن عندما يصل الشخص إلى الحكم يبدأ يفكر تفكير آخر. يعني هو طب على من سيستند إذا أطيح بهؤلاء؟ وهو بعدما أطيح بهؤلاء أو انتهى وضعهم لم يجد شيئا يستند عليه. هو يعتقد أن الدعم الإقليمي والدولي يعني له دور كبير جدا، وبالتالي سمع بعض النصائح من بعض الجهات، هذا حسب تقديراتي وحسب معلوماتي، سمع بعض النصائح تقديراته إن هؤلاء الناس وهذه الجهات فيه يعني مشروع من أجل تحجيمهم في اليمن، وبالتالي عليه أن يمضي في هذا المشروع لأنه لابد أن ينفذ هذا المشروع بوجوده أو بغير وجوده. فيعني كان هناك نوع من الرضا، وبالتالي هو أضعف نفسه من حيث لا يدري، هذه هي الحقيقة. طيب كل هؤلاء تواطؤوا على الإصلاح، الإصلاح قال لن أدافع عن الدولة، فلتدافع الدولة عن نفسها، وترك الأمر أيضا. الحقيقة لكل جهة ولكل حزب ولكل مسؤول سلبيات وإيجابيات، هناك إيجابيات لحزب الإصلاح وهناك سلبيات أيضا. من السلبيات أنه بعد عام 2011 كان أدائهم في الحكومة فيه عليه بعض الملاحظات بشكل كبير جدا، وأنا من الشخصيات الذي كنت أنصحهم أنه لابد من تغيير الحكومة برئاسة باسندوة، لابد من يعني إعطاء الناس يعني أمل أن في هناك تجديد، في هناك أخطاء، في هناك ممارسات. يعني الناس كانوا يأملوا بعد أحداث عام 2011 أنه تتغير الأمور إلى الأفضل، أن يكون وضعنا وضع أفضل، يعني الشباب خرجوا وعندهم آمال وطموح ونحن يعني وقفنا إلى جانبهم، ويعتقدوا أنه لابد ما يتغير الوضع إلى الوضع إلى وضع أفضل. لم يكن الأداء أداء جيد في هذه المرحلة، لكن يعني نصحناهم في أكثر من مرة، للأسف الشديد يعني في أخيرا اقتنعوا أنه لابد من تغيير الحكومة. أثناء اجتياح الميليشيات العاصمة صنعاء كان المراد من 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 منها إضعاف الإصلاح يعني وتحجيمه بشكل كبير جدا. الإخوان في الإصلاح في تقديري كان موقفهم موقف إيجابي، موقف جيد، يعني جنبهم وجنب البلد الكثير من المشاكل، ولكن يعني حاولوا أنهم يقول لك أنا مش مستعد أن أنا أدافع عن الدولة والدولة غايبة، لابد يعني أنا الإقليم وكثير من دول العالم تريد أن تنهي الإصلاح، لكن واضح أن المؤامرة كلها كانت على الإصلاح الآن، كانت من أجل تصفية الإصلاح بجناحه القبلي وجناحه العسكري. أنا أقول لك يا أخي أحمد، في الحقيقة ما يدور في بعض الدول العالم العربي واليمن على وجه التحديد نتيجة حسابات خاطئة لبعض الدول الإقليم. يعني أنا كنت يعني أعتقد وأجزم أنه كان من الممكن أن نتجنب مثل هذا الصراع في اليمن، لكن نتيجة حسابات الإقليم ودول الخليج على وجه التحديد، حساباتهم في بعض الأوقات يعني غالبا ما تكون خاطئة. ما هي الحسابات الخاطئة لدول الخليج فيما يتعلق باليمن؟ يعني هم اعتبروا أنه الحزب الإصلاح يعني يعتقدوا أنه الإصلاح نسبة كبيرة جدا من الأخوان المسلمين، وهم وجهة نظرهم أنه ضروري يضعفوا الأخوان المسلمين في كثير من الأقطار العربية ومنها اليمن، وعملوا من أجل إضعاف الأخوان المسلمين في اليمن ودعموا مشروع يعني التصدي للحزب الإصلاح وبعض القوى المحسوبة عليه من أجل إضعافه، ولا يدري أنه على حساب جهات أخرى يمكن أكثر خطورة منه. ولهذا يعني تشوف أنت الحسابات هذه هم لا يحسبوا العواقب ما سيأتي بعدها. الآن يعني وضعهم وضع أسوأ، هم حسبوا حسابهم أنه من أجل إزاحة حزب الإصلاح لأنهم يعتقدون أنه يشكل خطر عليهم. الآن جاء دور الحوثي ويعتقدون أنه خطره أكبر عليهم. ما هي المخاطر التي يشكلها الحوثي ونظامه على دول الخليج والسعودية تحديدا كدولة مجاورة لليمن؟
اولا الحوثي لا يشكل يعني رقم كبير في يعني على الساحه اليمنيه، هو جزء من المكونات اليمنيه، هو عندما يتحدث بانه يمثل الشعب كل الشعب، انا في تقديري هذا الكلام كلام خاطئ وفيه خداع للنفس، هو يمثل جزء بسيط من الشعب اليمني، لكنه يعني ايضا ينفذ سياسات لا تموت لليمنيين بصلة، يعني في هناك مشروع إيراني في المنطقة بشكل واضح. الجماعة الحوثي لديها يعني مثلا رغبة في الوصول إلى السلطة، وهذا لديهم يعني من زمان يعتبروا أنه من المفترض أنه ما الذي يحكم، ولعدة اعتبارات. هذا حق مشروع لأي فئة من الشعب أن تسعى للسلطة. السلطة ليست حكرا على أحد في الدول التي فيها نظام جمهوري مثل اليمن. هذا الحق لكل أبناء الشعب اليمني في الأنظمة الديمقراطية، هم يعتقدوا في بعض الأسر وبصريح العبارة تعتقد أن الحكم هذا حق حصري لهذه الأسر، يعني مستندين إلى يعني إرث يعني انتهت أسرة حميد الدين، انتهت من 62 انتهت، لكن لا زالت بعض يعني بعض الافكار موجوده في اليمن، لا زال والناس يعتقدوا انه في جهات لابد ان تحكم في اليمن بحكم يعني صلتها باسر معينه. ما هو السند الشعبي لهذا المشروع؟ ضعيف جدا، يعني كيف حتى هو ضعيف حتى هذه الاسر. كيف مع ضعف هذا السند والحوثيون الان يقولون ان الدعم الزيدي لهم هو دعم مطلق لمشروعهم ولعوده الحكم الإمامة مرة أخرى، وأيضا في نجاحهم في هذا الاكتساح الذي حصل؟ أولا الحوثي ليس يعني كثير من الناس وأنا منه ليس العلاقة بالمذهب الزيدي ما يجري الآن، وحتى المذهب الزيوت كثير من أبناء المذهب الزيدي لا يعني مش مقتنعين بمشروع الحوثي، هذا واحد. أنت من زمار محافظتك التي مثلتها في البرلمان ولا زلت توصف بأنها كرسي الزيدية. يا سيدي الكريم، هذا الكلام في تقديري مغلوط جدا، هذا الكلام كان ممكن من قبل 50-60 سنة. تغيرت الأحوال في دمار، أنت لا تلاحظ في دمار يعني هناك يعني مظاهرات بعشرات الآلاف تخرج مسيرات رفضا لمشروع الحوثي ورفضا للانقلاب على الشرعية. هؤلاء زيدية؟ هؤلاء يمنيين، هؤلاء لديهم ينشدوا الدولة المدنية الدستورية الحديثة، ليس لهم علاقة بالزيدية أو غيرها. في نهاية المطاف لا يعني استخدام الدين أو استخدام المذهب من أجل تحقيق أهداف سياسية مرفوض بشكل كبير جدا. أيضا هنا في نقطة بس حتى المشاهد يفهم الفارق يعني ما بين الزيدية والشوافع، الفارق ليس هناك فوارق، يعني أنتم تصلون في نفس المساجد بخلاف الاثنى عشرية والسنة. احنا في اليمن يعني قد ربما وضعنا وضع يختلف عن كثير من الاقدار العالم العربي والاسلامي، ليست هناك فوارق ولا تجد بيننا فوارق بشكل مطلق ابدا، وليست لدينا مشكله. هو استخدام يعني هنا ليس فوارق، انا بس عشان نؤكد على المعنى، لان في ناس كثير خارج العالم العربي بيشوفوا خارج اليمن او مشاهدين الاساسيين خارج اليمن، حينما يطلق الزيديه الناس فاكرين ان الزيديه دول هم امتداد للاثنى عشريه الموجودين في ايران. لا، الزيدية تختلف عن الاثنى عشرية، يعني يطلق على الزيدية بأنها يعني أقرب للسنة من المذهب الخامس كما يقال، يعني مذهب السنة يعني فيه حتى يفهم الناس الفارق. بس إن اللعب على وتر المذهبية هذا ليس له يا أخي الكريم أساس، إن كان هذا صحيح. القضية قضية مذهبية، القضية سياسية بامتياز. هناك من يريد الوصول إلى السلطة عبر وسائل عديدة، منهم من يستخدم المذهب ومنهم من يستخدم الدين ويسخر من أجل الوصول إلى السلطة، وإلا في لا يوجد لدينا مشكلة في اليمن في قضية المذهبية. أقول لك يعني عندما تتحدث عن مثلا مناطق زيدية بعينها، تخرج هناك مظاهرة الآن في محافظة حجة، في العاصمة صنعاء، في محافظة دمار، وكل الناس يرفضوا مشروع الانقلاب. ليست القضية قضية زيدية أو قضية شافعية أو قضية مذهبية، يعني الشعب اليمني يريد أن يعيش في دولة فيها نظام جمهوري وفيها يعني دستور وقانون يطبق على الجميع بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. من أراد أن يسخر المذهب من أجل الوصول إلى السلطة، أنا في تقديري لو تجرأ هناك انتخابات يا أخ أحمد في الوقت الحالي سيظهر كم 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 يعني كما أتيت لهذا أو ذاك، لمن يرفع المذهب ولمن يرفع المشروع السياسي.
موضوع الكرسي الزيدية في دمر، أريد أن أؤكد أنه الكلام هذا كان قبل 50-60 سنة فيما مضى. الآن الوضع تغير بشكل جذري جدا، حتى المذهب الزيدي في دمر، حتى الناس لو حسبناها وللأسف الشديد من ناحية مذهبية لا تجد كثيرا زيود في دمر، بل أصبحوا الناس سنة نتيجة عوامل عديدة، منها أولا الاقتراب في دول الخليج وعلى وجه التحديد السعودية، المعاهد العلمية في فترة من الفترات فتحت معاهد علمية سنية في كثير من المناطق ومنها دمار، التعليم أيضا عندما كانوا يأتوا إلينا المدرسين من المصريين والسوريين وأكثرهم، هذا يعني حاولوا الناس يعني تغيروا بشكل كبير جدا. ولذا تجد في بعض الأسر بعض المناطق إذا هو يعتمد الحوثي على هذا المناطق إنها مناطق زيدية، فأنا أكد لك لو تجرى انتخابات لن يحصل على نسبة لا تزيد عن 5 أو 6%. لماذا نجحت إيران في اليمن وفشلت دول الخليج؟ لأن الخليجيين ليس لديهم مشروع استراتيجي في اليمن. يعني ماذا يعني الخليجيين؟ لو تلاحظ أخ أحمد وبكل صراحة، عندما تجد المملكة العربية السعودية بنت سور في الحدود يعني يساوي سور الصين العظيم بمليارات الدولارات، عندما تجد أن دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة من الزمن يعني عملت لستة أنه كثير من مواطني بعض الدول ممنوعين من دخول الإمارات أولهم اليمنيين، عندما تجد أن دولة مثلا مثل قطر الذي احنا فيها تجد أنه كثير من العمالة لا يستطيعون أن يعملوا في قطر، عندما تجد أن الكويت لم تغفر لنا الموقف اليمني من عام 90 إلى الآن تجد أن هناك مشكلة، عندما تجد أن دولة مثل عمان ممكن أن يذهب اليمني إلى كل بقاع الأرض لكنه لا يستطيع أن يوصل إلى عمان، هناك مشكلة حقيقية، مشكلة في إخواننا في دول الخليج يتعاملوا معنا بطريقة غريبة جدا، بطريقة لا يعني حتى أوصلت المواطن اليمني على أن احنا يعني يتعاملون معنا بدونية، أنه اليمنيين أصحاب مشاكل وفقراء وما فيش لديهم، وهذا يعني يضر باليمن ويضر بالخليج أيضا. هل هناك إمكانية لتدارك دول الخليج لأخطائها، لا سيما وأن اليمن هي بوابتها الاستراتيجية الأساسية، هل هناك مجال لتطارش هذا وإصلاحه الآن، أم أن اليمن سقطت في أيدي الإيرانيين ولا عودة؟ لا، هناك إمكانية كبيرة جدا، بالعكس لو تم تقييم أداء الأخوة الخليجيين بشكل يعني تقييم دقيق وتلافوا كثير من الأخطاء وتعاملوا مع اليمن يعني بشكل طبيعي وبعمل منظم وبشكل موحد، أنا في تقديري أنه هناك فرصة أن ينقذوا اليمن ولا يتركونا يعني لقمة سائقة بعد إيران. أكثر الشعب اليمني لا يريد هذا المشروع ولا وغير مستعد أن يقاوم حتى آخر مدى، لكن إذا تركونا أخواننا الخليجيين، وأقول لك بكل صراحة، إذا تركوا الشعب اليمني وقدره فقد ربما أننا يعني كثير من اليمنيين يرضخون هذا المشروع نتيجة عوامل كثيرة، وستجد كثير من السياسيين يتماهوا مع هذا المشروع، وهذا المشروع وأقولها من على قناة الجزيرة وبشكل واضح، إذا تركوا اليمن بهذا الشكل فالدول القادمة هي دول الخليج بالتأكيد، لأن الهدف أيضا الهدف ليس يمني فحسب، أيضا الهدف هدف خليجي والسعودية على وجه التحديد، فإذا أرادوا الخليجيين والسعودية إنقاذ الشعب إنقاذ اليمن من هذا المشروع فهم ينقذوا أنفسهم. إحنا نعرف أستاذ أحمد أن هناك دول مثل المكسيك وأمريكا عندما دولة فقيرة ودولة غنية كالولايات المتحدة الأمريكية عملوا سور نفس السور الذي عملوه في السعودية ما بيننا احنا والسعودية، لكن هذا السور لم يمنع الجريمة، لم يمنع تهريب المخدرات، لم يمنع المشاكل ما بين المكسيك وما بين أمريكا، الحل أنهم دعموا الاقتصاد المكسيكي وحاولوا أنه يرفعوا من شان يعني مستوى دخل المواطن المكسيكي من أجل أنه يعني بدل ما يهرب بدل ما يثير المشاكل لأمريكا ممكن أنه يصل إلى وضع معيشي يعفي من هذا العمل، وبالفعل نجحوا في كثير من دول العالم الذي لا تربطهم لا, 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 لا دين ولا لغة ولا جغرافيا. إحنا يعني للأسف الشديد مشاكلنا في اليمن في بعض الأوقات تحسبها حسابات، يعني كثير من مشاكل الخليج يعني تعود علينا بالمشاكل والمصايب نتيجة أننا موجودين في هذا المنطقة الجغرافية من العالم. القاعدة
القاعدة وما أدراك ما القاعدة الموجودة الآن في اليمن، تجد أكثر الأكثر الموجودين سعوديين وخليجيين، كلهم ذهبوا من اليمن ومن السعودية للحرب في أفغانستان، وعندما رجعوا لم يرجعوا إلى بلادهم، يعني وردهم لعدنا اليمن. ولذا المشكلة، إيران عندما صرفت المليارات في اليمن من أجل تركيع اليمنيين فيه جزء مخطط بالنسبة لليمن، لكن وأيضا عينها على السعودية وعينها على دول الخليج، ولذا نحن ندفع الثمن، اليمنيين يدفعوا الثمن، وبالتالي على الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي أن 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 يعملوا من أجل إنقاذ اليمن وإنقاذ أنفسهم، وإلا إحنا حذرناهم أكثر من مرة في وسائل الإعلام ونادينا يا أخواننا لا تدفنوا يعني رؤوسكم في الرمال. للأسف الشديد يعني بطيئين حتى في يعني مثلا في تعاملهم مع الملف اليمني حتى الآن، حتى الآن وبكل رغم صراحة أن النار وبكل وضوح ملتهبة عند ستجدهم أطراف أرجلهم، ستجدهم يعني في أريحية، وكان الوضع مستقر وحال وعلى العال ولا يتحركوا، وليست عندهم يعني حركة سريعة من أجل تلافي ما يمكن تلافيه. لكن إلى الآن يعني لا أعتقد أنهم يعني تصرفوا بشكل يعني جيد. هم الآن، وأنا أقول لك بكل صراحة، لو فكر الأخوة الخليجيين لاجتماع خليجي لمؤتمر للقاء خليجي من أجل إنقاذ اليمن سياسيا ماديا على جميع الصعدة ماديا، لابد إذا أرادوا لليمن الاستقرار، وإذا استقرت اليمن استقرت دول الخليج، وإذا حصل لا سمح الله مشاكل في اليمن فستعود هذه المشاكل على دول الخليج بشكل عام وعلى الإقليم وعلى العالم. وبالتالي يدركوا، يجب على الأخوة في الخليج أن يدركوا أنهم إذا قاموا بدورهم في اليمن ليس منا، ولا أن الناس بيطلبوا منهم شيء يعني غير مشروع، بل واجب عليهم أولا كأخوان، وثانيا من أجلهم من أجل أنفسهم. إذا مش حريصين على اليمن فعلى الأقل يحرصوا على أنفسهم، لأنهم في نهاية المطاف لا ملياراتهم ولا أسلحتهم عاد نفعهم ولا كل هذا الحسابات عاد نفعهم، سيندمون مثل ما ندموا ما حصل في العراق، نتيجة الأخطاء ما حصلت في العراق الآن قد ربما تتكرر في اليمن. ما حجم ما يسيطر عليه الحوثيون من مساحة اليمن؟ هو يسيطر على محافظات، لكن أنا أقول لكم بكل صراحة وبكل وضوح ولمشاهدي الجزيرة، ما لا أحد اعترض الحوثي في دخول صنعاء في دخول المحافظات لعدة عوامل كثيرة. ما حدش وقف قدامه خالص. طب لو تلاحظ حتى عندما دخل صنعاء، وأكو شوف عندما دخل صنعاء أعلن الرئيس الحالي الذي احنا لازلنا الان واقفين معه، لكن واقفين معه من اجل الشرعيه، ولاننا ندرك، اعلن الرئيس انه صنعاء لم تسقط ولن تسقط برغم انها سقطت. اعلن وزير الداخليه للاجهزه الحكوميه بانهم يتعاملوا مع الحوثيين كاصدقاء. ما فيش احد وقف امامهم، دخلوا وزاره الدفاع ودخلوا المعسكرات وسلموا واستلموا كل شيء. لا عده عوامل يعني لا يعني قد ربما اننا بحاجه الى وقت لشرحها. لماذا تستعصي مأرب على الحوثيين؟ مأرب لها وضع خاص، وأيضا قبلها الجوف. لو تلاحظ أنه حصل قتال في الجوف بشكل يعني كبير جدا، واستطاعت بعض القبائل اليمنية الصمود لشهور ولم يتقدم الحوثي أمتار، لأن هناك مجتمع رافض لأفكار الحوثي، وهناك يعني قبائل مستعدين أن يقاتلوا وأن يموتوا من أجل أرضهم وعرضهم، وبالتالي يعني في هناك ممانعة من قبل هذه المحافظات. أنت بتتكلم الآن عن مقاومة قبائل، فما بالك لو أن جيشا موجودا الوضع كان يختلف طبعا. يختلف جذريا يا رجل، يعني يا رجل، يعني هل من المعقول أنه في خلال أيام تسيطر هذه الجماعة على المحافظات بهذا الشكل؟ لعدة عوامل قلت لك، الجيش اليمني لم يواتر، لكن تحت أيدي الحوثيين الآن سلاح متقدم وسلاح كثير، أما يكفي هذا لكي تجتاح هذه المحافظات الجوف ومأرب؟ في كثير من الأحيان السلاح وحده لا يكفي. هناك إصرار من هذه القبائل في محافظة مأرب، وأيضا محافظة مأرب كما تعرف فيها النفط، فيها الغاز، فيها يعني محطات الكهرباء الرئيسية التي تغذي اليمن بشكل عام. ولو أقدمت يعني جماعة الحوثي على القتال في مأرب، قد ربما تضر هذه المنشآت وتنتهي وستعود يعني سيكون الوضع كارثي. القبائل أعلنت أنها إذا لم تتمكن من حماية هذه المنشآت ستفجرها. للأسف الشديد هذا هو الذي حاصل. أنا كنت من ضمن لجنة نزلت إلى محافظة مأرب، واجتمعنا بكثير من القبائل والتقينا بهم، وعندهم استعداد أن يحموا هذه المنشآت، وعندهم استعداد أن يتعاونوا مع الدولة،
وعندهم استعداد أن يتعاونوا بشكل كبير جدا على من والقبض على من يقوم بتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، لكنهم يحذروا أي مساس بمحافظة مأرب أو الدخول إلى محافظة مأرب ستكون عواقبها وخيمة. وبالتالي يعني إذا حصل مثل هذا الكلام فأنا أعتقد يا أخي أحمد بأن الوضع سيكون كارثي على اليمن بشكل عام، من الناحية الاقتصادية، من ناحية الخدمات، من كثير من النواحي. عندنا المحطة مأرب لو حصل لها مشكلة يمكن بعد سنوات، يعني عدة سنوات لا نستطيع يعني استعادة هذه المحطة، وتكلفنا مئات الملايين من الدولارات. يعني إذا كان الآن وضعنا في مجال الكهرباء، هل الحوثيون مصرون على السيطرة على مأرب؟ هم انا اشوف بعض يعني هم يرغبوا، وكانوا في فتره من الفترات يضغطوا حتى على الجيش ان يتدخل الجيش الى جانبهم من اجل الوصول الى مأرب، لكن اقول لك الان الوضع في اليمن وضع معقد وتغير بشكل كبير جدا. تغير بشكل كبير. ما التغير الذي حصل؟ هناك رفض شعبي كبير. الناس بداوا يفكروا، الناس يعني بداوا الناس يشوفوا البل يعني هذا المشروع الجديد، المشروع عندما يعني اعلنوا مشروعهم هو يعني التراجع عن الجرعه، ما يسمى بالجرعه، لانه رفعت الحكومه اسعار المشتقات النفطيه، وكان رفعوا شعارات، ثلاثه شعارات: التراجع عن اسعار المشتقات النفطيه، اسقاط الحكومه، تنفيذ مخرجات الحوار. كل هذه الشعارات اكتشف الناس انها عباره عن شعارات لكنها لم تحقق اي شيء، بل بالعكس الان اكثر اليمنيين خايفين انه في المستقبل لا سمح الله قد ربما يحدث لليمن كثير من الانهيارات وسببها جماعه الحوثي. وبالتالي هناك رفض شعبي كبير جدا في كثير من المحافظات. لو تلاحظ كثير من المسيرات في كثير من المحافظات، وانا اقول لك وبكل صراحه الان في حزبين، يعني كل حزب لا يريد ان يكون في المقدمه، حزب الاصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام. الحزبين الكبيرين الموجودين في البلد، ما حجمهما على الساحه؟ حجمهم يساوي 70% ان لم يكن اكثر الحزبين على الساحه. الحزبين رافضين للحوثي؟ والحزبين رافضين للحوثي، لكن الرئيس علي عبد الله صالح يقال انه له علاقاته مع الحوثيين. قد ربما في فتره معينه لهدف معين مشترك، لكن الان وانا اقول لك بكل صراحه يعني في هناك مشروعين مختلفين ما بين مشروع الحوثي ومشروع علي عبد الله صالح. انت تلتقي مع الجميع، التقيت مع علي عبد الله صالح، واحتمال الصدام قايم، احتمال الصدام قايم بين علي عبد الله صالح والحوثي، بين علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام والحوثي، لان هناك مشاريع يعني مشروع مختلف، مشروع سياسي تقصد؟ كل مشروع سياسي، كل اللي مشروعه. الحوثي يريد ان يسيطر على اليمن بشكل عام، يريد يكون يعني الحاكم الناهي بامر الله، في مقابل ان علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام يريدوا العوده الى الحكم. وهذا في كثير من الناس يعتبره انه مشروع اذا وصلوا عن طريق الانتخابات، لكن كل واحد له مشروعه. فيعني حتى لو تاخر الصدام، في تقديري لو تاخر الصدام لفتره معينه من الزمن، فانا اتوقع ان الصدام يعني قادم لا محاله. ما موازين القوى بين علي عبد الله صالح والحوثيين؟ من الناحيه الشعبيه ولا من الناحيه العسكريه؟ العسكريه اقصد. العسكريه في هناك معسكرات مواليه للرئيس السابق علي عبد الله صالح. الى الان تأتمر بامره. الى الان يعني تستطيع تقول الان، وخاصه بعد خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمه صنعاء، واصبح يعني في فتره من الزمن قدم استقالته وذهب الى عدن. الان وضع يعني وضع الولاء العسكري لعلي عبد الله صالح بشكل كبير. ايضا لديه ثقل شعبي كبير موجود، ما هذا لا احد يستطيع انكره. احنا خرجنا في فتره من الفترات في عام 2011 ضد علي عبد الله صالح، لكن ايضا لابد من يعني الاعتراف بالحقائق. هناك يعني قبول في بشكل كبير جدا، في وخاصه عندما ما حصلش اي تغيير ايجابي مثل ما كانوا الناس متوقعين، موجودين الان في الساحه. معنى ذلك ان يمكن ان الحزبان المتصارعان الكبيران الإصلاح والمؤتمر الشعبي يتوافقا في لحظة ما ضد الحوثي؟ في تقديري سيتوافق، لأن الخطر يعني القادم عليهم سيلتقوا، لأن المصلحة تقتضي أنهم يعني يلتقوا في هذا الأمر على الأقل، لأنه مستهدفين الحزبين، مستهدفين بشكل رئيسي من قبل الحوثي. طب أنت الآن كنت جزءا من الحوار، والآن رغم هذه الأجواء الضبابية المليئة هناك حديث عن الحوار، أنت هددك الحوثيون و يعني تركت أو انسحبت من الحوار، إيه شكل التهديد اللي تعرضت ليه؟
أستاذ أحمد، القضية ليست قضية تهديد، الحوار بذاته مضيق على الوقت، يعني الحوار الحالي الموجود في صنعاء. يعني احنا تحاورنا أكثر من 20 يوم مع جماعة الحوثي وبقية الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في جهة معينة وجماعة الحوثي في الجهة الأخرى. هو لديهم رؤية ويقول لك هذه الرؤية يجب أن تنفذ. معروف أن الحوار يعني ما فيش حوار، في فرض ما فيش أمر حوار، في فرض رؤية. الحوار معروف، التجارب كل جهة لديها رؤية، لكن لابد ما يصلوا إلى يعني نقطة التقاء، لابد التنازل من جميع الأطراف، من أجل الناس أن يتفقوا. لكن جماعة الحوثي لديها رؤية، بيقول لك أنا أريد مجلس رئاسي، أنا أريد إلغاء مجلس النواب، أنا أريد حكومة يعني مستعد للشراكة لكن شراكة على طريقتهم. وبالتالي هو حدد لك مخرجات الحوار قبل الحوار، ما دالكش مجال أنك يعني تتحاور حتى تصلوا إلى منطقة الالتقاء. وبالتالي نلتقي ونتحاور ونطرح الحجج والبراهين وفي نهاية المطاف هو مصر على رأيه. ما مستقبل الحوار هذا في ظل العبثية القائمة؟ إذا لم يكن هناك يعني يشعر الحوثي أن هناك رأي يعني ضغط عليه بأساليب عديدة والتراجع عن بعض هذه الأفكار، أنا في تقديري سيظل الحوار حوار لا لها أي قيمة. ما دور الأمم المتحدة وجمال بن عمر فيما يجري؟ دوره دور ميسر. أنا ألاحظ أنه جمال بن عمر بعض الأوقات يعني يشعر بالإحباط، وبعض الأوقات أستغرب يعني لماذا بعض يعني يدلل بعض الجهات، لماذا يصبر عليهم؟ يصبر على من ويدلل من؟ يصبر مثلا على جماعة الحوثي. يعني فيه قضايا لابد ما يكون واضح فيها، ولابد ما تحدد موقف الأمم المتحدة. لكن لا نرى بعض مشاركات المشاهدين تقول أن موقف الأمم المتحدة المميع هو الذي لعب الدورة الأساسية في كل ما جرى، وكذلك موقف الرئيس هادي. ما يؤخذ على الأمم المتحدة يعني أنها لم تكن صارمة، ولم تحدد من المعرقل، ولم تعلن بشكل واضح، ولم يشعر الطرف المعرقل على أن الأمم المتحدة إذا ظل في هذا الاتجاه أنها لابد ما تتخذ موقف. لكن يظل الدور دور ميسر، والناس يتحاوروا، وفي نهاية المطاف نرجع اليوم الثاني ونفس الحوار ونفس الكلام. وأنا في تقديري أنه مثل هذا الحوار لا يمكن أن يكون منتج. الحوار المنتج عندما يصلوا الناس إلى قناعة أنه لابد ما يتحاوروا حول القضايا ويصلوا إلى اتفاق من أجل تنفيذها. لكن أن تفرض رؤيتك وتقول أن هذا حوار، هذا ليس حوارا. عبد اللطيف العامري من اليمن يقول: نسيتم محافظة البيضاء، كيف تغفلون عنها وما يجري فيها وهي تقاوم الحوثيين منذ 5 أشهر؟ نعم، محافظة البيضاء من المحافظات العنيدة ومن المحافظات الرافضة لوجود الجماعة المسلحة، وللأسف الشديد يعني ظلت الدولة تتفرج، بل بعض الأوقات القوات المسلحة تدخلت إلى جانب الجماعة المسلحة، وبعض الأوقات تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطائرة بدون طيار إلى جانب جماعة الحوثي. يعني شوف المفارقات العجيبة، في الوقت الذي تعلن جماعة الحوثي أن الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، أمريكا تقصف المواطنين يعني هم يقولون أنها جماعة القاعدة، لكن في نهاية المطاف تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطائرات بدون طيار من الجو والقوات الحوثي من البر في محافظة البيضاء. خالد الفن العريمي عبر تويتر يقول لك: كيف تدعم دول الخليج اليمن وكل المساعدات والأموال كانت تسرق؟ يعني دعموا السيسي، سرق الفلوس 30 مليار اعترف بيهم، دعموا اليمن علي عبد الله صالح، سرق الفلوس 60 مليار. فهل الخليجيون يدعمون اليمن حتى تسرق الأموال مرة أخرى؟ لا، القضية أنا لا أريد أدخل في هذا الموضوع أنه قضية 60 مليار أو، لكن أنا أقول لا، يعني لو أرادوا الخليجيين الدعم الحقيقي، دعم الشعوب وليس دعم الحكام، باستطاعتهم بآليات مختلفة. والقضية ليست دعم يا أستاذ أحمد، ليس القضية قضية دعم مادي. يعني ما ضير يعني مثلا على سبيل المثال أن دول الخليج تحاول أن تستوعب العمالة الموجودة. يا أخي، لديهم 31 مليون إنسان يعملوا في دول الخليج من كل بقاع الأرض، بينما اليمني يعني موجود ولديها القدرة أن يقوم بهذا الدور، وعلى استعداد. اليمني معروف في كل بلاد العالم من حيث الأمانة، من حيث النزاهة، من حيث الإخلاص في العمل. لماذا لا تتاح
المجال للمواطن اليمني بالعمل يعني في هذا في هذه الدول. لماذا لا تتاح المجال لاستيراد يعني مثلا المواد الزراعه من اليمن؟ يعني لو تلاحظ انه الاغذيه الزراعيه لو تلاحظ على سبيل المثال الفواكه تستورد كل دول الخليج، من كل دول العالم فواكه، من كل دول العالم الفواكه، بينما من اليمن تجد ان الفاكهه في اليمن من افضل الفواكه في العالم، لكنها تتعرض للتلف في الحدود. هناك وسائل عديده لدعم اليمن، ليس فقط الدعم المادي. لماذا لا تتعامل يعني بشكل افضل؟ بامكان الخليجيين اداء. يا اخي لماذا يؤهلوا، لماذا لا يؤهل اليمن؟ في فتره من الفترات الولايات المتحده الامريكيه اهلت بعد الحرب العالميه الثانيه اوروبا في مشروع مارشال. الاول يحرروا صنعاء وبعدين يعملوا هذا. ما هو من خلال دعمهم، لليمن سيظل اليمن بهذا الشكل يسبب إشكالية لليمن واليمنيين والخليجيين أيضا. لكن لو هناك مشروع استراتيجي في اليمن وتأهيل اليمن، لماذا اليمن معزول عن الخليج؟ يا أخي بالله عليك، هل من المعقول إن اليمن معزول يعني حتى من ناحية الجغرافيا؟ لا يستطيع اليمني أن يتحرك على عبر البر ولا عبر الجو، ومحاصر في بلده، وكثير من المشاكل التي تحصل لنا في اليمن وبكل صراحة نتيجة وجودنا في هذا المنطقة الجغرافية من العالم، ونتيجة أيضا مواقفنا مع دول الخليج. أحمد السايح عبر تويتر يسأل: هل ما يحدث في اليمن هو نتاج للتعاون الإيراني الأمريكي؟ احتمال كبير جدا، احتمال. هناك مفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران من أجل المشروع الإيراني. احتمال أن هناك ترتيبات بإطلاق يدها في المنطقة، واليمن يعني كبداية. لكن أنا أقول لك، لو إحنا كيمنيين وأيضا بمساعدة من دول الأشقاء الخليجيين والعرب جميعا، نستطيع أن نوقف ضد هذا المشروع، ضد هذه الترتيبات. يعني ليست حتى التفاهمات ما بين الإيرانيين وما بين الأمريكيين قدر وكأنه لا بد أن تنفذ. إذا هناك، لماذا لا يكون للخليجيين وللعرب مشاريع خاص بهم؟ لماذا ننتظر ردود الافعال مننا عندما يطلب، يعني مثلا يراد لنا يعني كمشروع واحنا نحاول بعدين ان احنا نكون عندنا رده فعل؟ لماذا لا يكون للخليجيين والعرب مشاريع ايضا؟ لماذا لا نحصن انفسنا؟ لماذا نترك هكذا بهذا الشكل؟ هناك مخاوف كثيره من ان ما يحدث الان ليس سوى تمهيد لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر في اليمن. صحيح، في هناك مخاوف بشكل كبير جدا. إذا تركت اليمن بهذا الشكل، وأنا أقول لك كل يوم يتصاعد العنف، كل يوم يعني تغيب الدولة، كل يوم يحصل مشاكل، فيه قتال في كل مكان. إذا ترك اليمن لقدره ولم تتدخل إخواننا ويساعدونا، إخواننا كخليجيين وكعرب وأيضا أصدقائنا في العالم، فيعني اليمن قد ربما أنها تنزلق إلى وضع لا نستطيع بعدها أن نعمل شيئا، لا عاد يستطيع الخليجيين ولا دول العالم. وفي نهاية المطاف ستتحول اليمن لا قدر الله إلى بؤرة نشطة للإرهاب، وستكون هناك مشاكل على الإقليم وعلى دول الخليج وعلى العالم. فلماذا لا يتفادوها من الآن؟ لماذا لا يعملوا من الآن؟ لماذا يتركوا اليمن إلى أن تصل إلى وضع يعني قد ربما يضرهم هم في المستقبل؟ لماذا يتركون هكذا؟ هذا سؤال كبير جدا، عليهم أن يعني يتحركوا بشكل عاجل. هل وجود الرئيس في عدن الآن هو مقدمة لتقسيم سيحدث عاجلا أو أجلا لليمن؟ كل المؤشرات إذا لم نتلفها وإذا لم نعمل من أجل يعني أن نصل إلى يعني تفاهمات في اليمن، نحن عندما نطالب التدخل من دول الجوار لا نطالبهم أن يتدخلوا عسكريا ولا أن يساعدوا طرف ضد طرف، نحن نريدهم أن يساعدونا حتى نصل إلى 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 تفاهمات. نحن نريدهم أن يكون وجودهم وتدخلهم تدخل إيجابي ليس تدخل سلبي. لكن كل العوامل أستاذ أحمد، خروج الرئيس إلى عدن، ما يحدث في الجنوب، ما يحدث في مارب، ما يحدث كل ما يحدث أيضا في البيضاء، ما يحدث في مناطق كثيرة، ما سيحدث في تعز لا قدر الله، كل هذه مؤشرات تنبئ بمشاكل لا حصر لها. يعني إذا حصل لليمن
ولا سمح الله وأقول هذا وأنا أشعر بالغصة، إذا حصل اليمن شيء وتجزأت اليمن ستكون هناك مشهد غير المشهد الحالي. لن يبقى اليمن يمن، ولا يبقى الشمال شمال، ولن يبقى الجنوب جنوب. وساعتها يعني سنتحسر كيمنيين وكدول خليجية ودول عربية. لكن الآن لا زالت الفرصة بأيدينا، لا زالت مواتية علينا كسياسيين في اليمن، وعلى القوى الموجودة في اليمن أن تدرك بأن الوضع وضع خطير جدا، ويجب أن نتنازل بعضنا البعض، ويجب أن نغلب المصلحة العامة، وعلى دول الخليج وعلى العالم العربي أن يدركوا أن وضعنا في اليمن وضع خطير جدا، ويجب عليهم أن يعملوا بشكل سريع وليس بشكل يعني كما تعودنا منهم من أجل المحافظة على اليمن. كيف تنظر للمستقبل في ظل هذه الرؤية الضبابية المخيفة؟ المستقبل أمامنا أمرين، إما أن نتجه للسلم ونتحاور ونصل إلى تفاهمات وينفذ هذا الاتفاق، طبعا بتعاون الأشقاء والأصدقاء والخيرين في الإقليم وفي العالم، وإما لا سمح الله أن تدخل اليمن في حرب، وهذا الحرب ستكون كارثية ليس على اليمن فحسب وأيضا على الإقليم والمنطقة. وساعتها نتحمل كلنا في الدرجة الأساسية كيمنيين أننا لم نحافظ على بلدنا، وأننا نعبث ببلدنا بأيدينا، وكقوى إقليمية أنها تدخلت في الشأن اليمني بشكل عبثي، ويعني شاركت في تدمير اليمن. فليس أمامنا خيارات يعني متاحة إلا خيارين، إما أن نجنع على السلم ونتعامل أن هذا اليمن يمننا وهذا البلد بلدنا، ولا حصل أي مشكلة إحنا مسؤولين عليه أمام الله وأمام التاريخ، وأن على دول الجوار ودول الخليج التي تنفق مليارات الدولارات في أشياء تافهة أن تعمل من أجل اليمن، على الأقل ألا تؤذينا في كثير من التصرفات وكثير من يعني من السياسات الخاطئة من دول الخليج تؤذينا أيضا. عليهم أن يعملوا من أجل ألا نصل إلى هذا المستوى، لأنه لو وصلنا أيضا كارثة بالنسبة لنا كيمنيين، وأيضا على دول المنطقة التي الآن تعتقد أنها يعني في وضع آمن. عبد العزيز جباري، الأمين العام لحزب العدالة والبناء في اليمن، شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. أمل إن نكون لك قد قدمنا لكم صورة عما يجري وراء الكواليس في اليمن. في الختام أقول لكم تحية فرق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.